كمان هون بحب مرق شغلي مهمة مرقت كتير على اللبنانية. أثناء حرب 96 والسنيورة تبويسات ولا كوندوليسا رايس مش هي بوست وهو كان يجي بوسها قدام الكاميرا 2006 أنا بعتقد وخاصة قلت بوقتها لبعض أفراد حزب الله إنه أنتوا عم تظلموها كتير، هاي ربحتكم الحرب، كوندوليسا رايس ربحتها. يوم اللي خلص ضرب الطيران بلش أولمرت بده يبعت جيوش على لبنان وشاف إنه رح ياكلها رح ياكلها مش قادر، بيطلب من كوندوليسا رايس من الفرنسويين أن يعقدوا جلسة طارئة لمجلس الأمن ووقف النهر. ما بده وقفونا، ما بده يفوت بالمغامرة اللي كسرته على الأرض. بتقول له ليه كوندوليسا رايس؟ قال ما عندنا سلاح. قلت له بعتت لك بالطيارة 24 ساعة وصلوا، جبرته يكفي وانكسر. لا أعطي معنى لهالفعل من قبل كوندوليسا رايس بدي استشهد بشغلتين. أولا، من هي كوندوليسا رايس؟ ما ننسى مساعدة جورج بوش الأول الأب اللي عمله مدريد ومشهورة بأمريكا مثل جورج بوش الأب، إنه هودي أعداء الصهيونية مش الإسرائيل، الصهيون النظام الصهيوني بإسرائيل مشهورة فيها. أوكي، كوندوليسا رايس تعرف تماما شو عنده حزب الله، بدل اللي كله الساتليت الامريكان والدنمارك، شو الصواريخ عم تجي من ايران لهون، شو بيمرقوها على المطارب الشنطة يعني وتمرق على الجمرك، شو الحكي هذا؟ كله هذا مراقب ومعروف. كوندوليسا رايس احرجت اسرائيل، كفوا لشوف وانكسروا. من شهر بيطلع كتاب جورج بوش. نعم. شو بيقول فيه؟ بيقول بعد ما صلحني شراك وأنعني بالحرب على حزب الله جمعت مجلس الأمن القومي وقلت له بدنا نحط قوتنا، بدنا نكسر وننهي حزب الله. هيدا بوش كاتبه كتابه جديد، يقروا يا أخي يقروا. بتقول له كوندوليسا رايس إذا ضربت حزب الله بتكون عم تقتل أمريكا بالشرق الأوسط، هاي اللي متهمينا بالشيطان الأكبر وصديقة فلسطين مش صحيح. هلا كل وزير بأمريكا، أوباما تذكروا كيف طلع وتذكروا وين صار بأمريكا، اللوبي الصهيوني هو الحاكم والسياسيين بيتعاملوا معه. كوندوليسا رايس تكره إسرائيل والصهيونية التي فيها، مش الدولة العبرية، إسرائيل، وهي التي أتاحت لحزب الله أنه يسجل انتصاره على إسرائيل، ويوم الأيام رح يعترفوا فيها مضطرين. هي وقايع